بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زخما فقلت له أعيذك بالله يا غطاه من الزخف فقال يا فاطمة أوتيني بالكساء اليماني فغطيني به فغطيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحات أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرف الكساء وعون بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن اعداهم ومحب لمن احبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم
صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات اني ما خلقت سماء مبنية ولا ارضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومأذن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك حاجاتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.